وي ابي اشرب بس خليك يا احمر وي 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 هذا شايب هاني الله ريولي لابتني كسرت الويلاتك شن عليك شن جايبك يا طوالة لسان جايبك شايبك زين اليديد السنة سودا مبينة من اولها يا رباي خل خالة يما عندك شبنية بالبيت صمت تصمت صمت واخري مبين السنة من اولها يما مبين سوادة مبين عندي جنتك نزر انتي وينها اجتماع شفيك شغل هذا شو اجتماع ما تشوفين شغلنا هني ما تسلحون يا ماري لك الكسر هذه نبذة بسيطة عن اللي راح يصير بعدين بإذن تعال اشتعال ايك تدرق ما شفتي ابتعاد الام عن بيتها وابنائها شي يسوي يولد الانحراف انت ايش حقة صار لك كم ساعة برا البيت انت امك تقوم من النوم علشان انا ابتعد عنك ما تقوم الا اذان المخرب اذان العشاء بعد اكون انا خلص شغل اليد انت الحين حق معصبة تعالي خذ انا شعري قاعد هني تعالي فهم تعال دن انت دني مخي هون شوي باي ولا تتحرك لا خلاص هدي هذا هدي عصبك وش حقك قاعدة بيننا لا قاعدين يم بعض بعد قعدت بينكم ليش الحين انا قعدت بينك وبين ابوي على الكوشة يا ربي هالولد هذا بينني لا والله ما قعدت بينكم ليش انت كنت موجود كنت موجود ساعة لا تطقيني يلا خلص كنت شعمل لا خلاص حبيبتي خلاص علشان ببيتك هي ببيتك ويوم انه ببيتي يوم انه عارف انه ببيتي ايش حقي عازمها بدون امري لان نص بيتي قعدها على الدكشة برا خوج دامي ديدا احنا قاعدين راضية ديدا اي ربك انت معك ما اقدر احكي امي كانت تسوي كذي مع ابوي كنتي تتدخلين تقولي لهم شيء؟ اها ايش معنى انت تتدخلين؟ كنا متزوجين يا مال ايش اقول؟ تجرج عنه يمكنكم اخلص ايش جايبها؟ هذا شنو؟ اخذ رايها بالعطورات وشي نقي معها هي شكو هي ام الذوق هي ام الذوق صار؟ الحين احنا صار شلون انا طالعه انت مو بالبيت ابي اخذ رايك شلون اخذ رايك هذا انا وصلت ابي يوم ونتوي روحي بيتكم انا لا وين ما تغدت للحين وين تروح بيتك غدا حتى غدا شنو يا غدا مو طابخين احنا ترى مو طابخين لا شنو مو طابخين انا غداي انا يا بيت طبخت له يا حبيبي الوي يا عراضك الوي طبخت له وطبخت له بس حق اثنين هاي شنو ما اقدر اطقها انت لو عدت بس والله ايدك ثقيله احسن عمري يا ابنك تعبت يارب إن مديت يدك عضيتها كليتها معظومة يلا هاي رشينا لك عطني أقود دعم تسوي لك شذي والله هي موقوفة هي غير موقوفة بس بعد فترة بتصير من أهل البيت لا أعوذ بالله الله لا يقولك رشيت إيدك أنت شمة يباري عطني إيدك يا هلا من بعيد ها انتين ها بس خلص ابي اشم انا قلت لك راح خلي اشم بشم العطر خلي اشم لا اله الا الله عادي حتى لو كانت اخر شم اقول قبل ما اموت ابي اشم قبل ما اموت خلي كثير احمر تحبين عزوز وبخالي انا اهم احب كاميرا واتزوج واتزوج عليك بعد عادي تعال كاميرا ما طقني كذي دائما بس تبي جزام لا طابخت لكم جايبت لنا اياه بقواطيه مالك عليك قولي الحمد لله لما في تعيش هني انزين تحط لك شي بماعينها وتطغراتها الثانيه عشت الندم على راسها ليش طافحه البيتزا كذي على اخره يعني انت مكدسه حق خليتي يستعبدك شوفي شلون شفتي له شوفي
ما ترفعينه حقك. خلصتها؟ كيفي؟ انا بشربها كذي. ايش بالعافيه. اي ايش عقبه؟ سديتوا نفسي الله يسد نفوسكم. بس ما نشندس الاكل كذي. مالك شغل. نرفع الاكل كذي وناكل. لا حول ولا قوه. ايوه وي عواد هي بعد الثانيه ايوه. مو قاعده بالبيت الحين. قاعده بقلبي. الله. مالك عليك على قلبك. ايش تشوف ذبحتي وتطبخي؟ بعدين لما لما تطبخي لي بالدور اللي راح ابنيه فوق. ان شاء الله. ما راح تطقني ما لا تشوف شيء خالص. هذا كله مؤقت. انت هذا كله مؤقت الحين. تحاول تحمل. متحمل ما عليه. ما عليه. اخرتها بنفوز فوزا عظيما. اطبخ انا اطبخ اطبخ. يلا. شنو؟ طبطب خلني نشوف شلون يطبطبون. شذي شذي. حسيتي وصلت الاساس؟ وكسر ان شاء الله كسر استحي على وجهك قاعده قاعده تتدرب عليك علمك تتدرب عليك تتدرب يا لما توافق قولي موافق على زواجكم ما انا موافق لك يكون قولي يلا قولي دلتقيها والله يعني اخاف من دمك انا ما شفت والله ماكو في دم كذي في الدنيا والله ماكو خف عقلك حتى خف عقلك دمها اطيل من الدبس حتى ما ينبلع يسوي لك واسطه عند بي اورجانيك عشان يبيعون دمك بدال العسل عندهم تبي اهدر دمك الحين بسم الله لا تستانسين وايد يمه ما ردتش تقعدين ببيت اهلك لا تستانسين تشفق لها الطينه شنو استفدتي من اخطائك 2020 شنو اخطائي حبيبتي الحمد لله انا مصليه مسميه ما عندي اخطاء الاخطاء لكم ليش واحنا صهاينه ايه ازيد بعد ازيد فلوسي يعني انا اللي طاقتها فهمتيها امي ما بعد العود قعود لا لا والله مو هذا قصدي شب ما حد يعرف قصدي قري انا ما حلت البنيه ما حلت اي حلت حل ان شاء الله حل ابوي خليك العيوني بحري ما احس بس قاعد تغني لي ليش بعد حلق منو ايش قاعد رزه وياها هي مستحيه بروحها لا والله هي حيويه ما بلا لا يعني تخيل ان حياتي كل يوم كذي والله وناسه قالت الله هو اكبر سبحان الله سبحانك يا رب ربي كاتب خلاص خلاص تزوج تزوج 2021 مو قبلي مو قبلي تبي سعادة الظاهري شكلها ما تبي سعادة الظاهري كان وافقتي انت مصدقه ان السعاده معك انت اي معي انت شفتي من منظره وجهك اول عشان تصير سعاده انت حبيها حبيها وي مو خليتني وي لا 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 روحي روحي حبيتك هذه السم بس بالليله اجيب لك اياهم ان شاء الله بعد ببشي تعال عادي يسلم عليك لا مو عادي روحي مصيبه روحي لازقه مع السلامه مع السلامه خلاص ما ادري ما احبها ما تنزل لي اي ولا انا ولا انا ما احبها او توك تحبها لا فه. لا طلعت من قلبي دامك ما تبينها لا لا ما بيها يا عمري والله بالله عليك يا حلو الولد ليه سمع كلام امه إيه؟ يا زينك إيه؟ والله اهم شيء انت راضيه اي تنامين وانت راضيه إيه؟ بس هذا اهم شيء عندي باكر نبتدي جوله جديده باذن الله يعني شو نسوي لا ما نسوي شيء